لم يكن حضور لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو الوحيد الذي خطف الأنظار في موسم الرياض، حيث باتت ساعته كذلك حديث السوشيال ميديا. الساعة التي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل كانت من ماركة فرانك مولر، وتحديداً سنتري كيرفكس توربلن، وقيمتها 1,500,000 دولار أمريكي، وهي مرصعة بألماس باجيت، وتأتي مرفقة بعلبة من الذهب الأبيض، وتعد الأعلى ثمناً من بين مجموعة ساعات الدون باهظة الثمن. أما جورجينا المعروفة بعشقها للألماس فقامت بمشاركة صورها وهي تتلألأ بعدد من خواتم الألماس ذات الحجم الكبير، مع أقراط وأساور وساعة رولكس جي أم تي التي تعرض توقيتين زمنيين مختلفين معاً، وقد صممت في البداية لتكون أداة يستخدمها المحترفون الذين يجوبون العالم طولاً وعرضاً. أما سعرها فيبلغ 550,000 دولار أمريكي.